مساء الخير. هذا المساء في سجلات نحاول أن نتطرق إلى الموضوع الليبي من زاوية الدخول إلى خفايا هذا الصراع، بغض النظر عن البيانات الرسمية سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية أو سياسية التي تصدر عن هذه الجهة أو تلك. هناك خبايا لهذا الصراع نحاول أن نسبرها ونفتش عنها مع الأستاذ نعمان بن عثمان، وهو كبير المحللين في الكويليان فونديشن ومركز أبحاث شهير هنا في بريطانيا. أهلا بك أستاذ نعمان بن عثمان. بالتذكير بأنك باحث ليبي، وبالتالي بحثك سيكون له فائدة مزدوجة كون وطنك وبنفس الوقت الكلام بشكل علمي. خبايا الصراع، لأنه بدأت التقارير الصحفية تنكشف وتتحدث عن أن الموضوع معقد في ليبيا، وأنه ما يحدث لدى المعارضة لا سيما منذ اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس فجر إعلاميا حالة الفوضى التي حاصلة. يجب أن نذكر أن مجلة التايم اللندنية هون ذكرت في تقرير واسع من بنغازي عن وجود ميليشيات وعصابات وحالة فوضى كبرى، حتى أن المواطن طبعا حسب تعبير المجلة بدأ يحن إلى عهد القذافي في بنغازي. أريد أن أسألك حول هذا الموضوع، هل هذا كان متوقعا في المناطق المحررة بين المزدوجين وخصوصا مناطق الشرق أن تعم الفوضى، أم أن المدة التي تستغرقها هذا الصراع أدى إلى هذه الفوضى؟ حقيقة دعني أولا أتحفظ على التقرير اللي ورد يعني في تايمز. لا توجد فوضى في المناطق المحررة حقيقة، يعني هذا بأمانة وبكل صدق لا توجد أي فوضى، بل بالعكس. يعني أعتقد أن أغلب الليبيين أنفسنا يعني فوجئنا، بالذات بنغازي كمدينة مختلطة، يعني مثل يعني مثلا عندنا نحن مصراتة وطرابلس وبنغازي قراب جدا بعضهم، لأن ليس مناطق قبلية يعني مختلطة من السكان، مثلا تقريبا لا يقل في تقديري عن 40% ممكن أو ممكن أكثر من سكان بنغازي أصلهم من الغرب، من المناطق الغربية، فهي مختلطة. حجم الأمن اللي موجود في بنغازي في غياب أي مؤسسات رسمية متعلقة بالأمن وضبط القانون، أعتقد أنه هو يعني شيء مشرف، لأنه يعكس طبيعة المجتمع الليبي، شيء يعني مبادرة ذاتية من المواطن الليبي. حاولوا بعض الناس مجرمين بشكل إجرامي جنائيين يعني أن يستغلوا حالة سقوط النظام وانهيار المنظومة الأمنية أو بين قوسين المؤسسات حفظ الأمن والنظام في بنغازي، فبدأوا بيحاولوا، لأنه النظام أصلا أفرج عن مجموعة كبيرة من السجناء الجنائيين، فبعضهم حاول يستغل وجود السلاح وبدأ مثلا كتجار مخدرات، تجار الخمر يعني بالله، الأمور مثل هذه. ولكن تقريبا بدون مبالغة في غضون أيام يعني أقل من أسبوع تم تنظيف بنغازي بالكامل منهم. تعرف معنى كلمة تنظيف؟ بالكامل، عن يد بفعل التوار وكأنك تقول أن المشكلة انتهت المواطنين. علما أن مصطفى عبد الجليل وطبعا رئيس المجلس الانتقالي قال أنه نريد أن ننهي حالة الفوضى. لا أيوة، الفوضى في فرق بين تحكي فوضى سياسية معنوية، لكن اتكلمت فقط عن تقرير يقول أن الناس تحن إلى عهد القذافي. هذا حقيقة يعني ليس إلى هذه الدرجة، لكن لا بس هذه مبالغة كبيرة جدا. أريد أن أفهم منك، طبعا كل ذلك انفجر بعد الوضع العسكري يختلف، خلينا نفرق، بس بعد في خلافات عسكرية لها منشأ سياسي، سنصل إلى ذلك. أيوه. حتى أفهم. أما المدن المحررة آمنة، المرج، البيضة، طبرق، درنة، كل أجدابية اللي قريبة حتى من خط النار، يعني لما تشوفها عمليا حقيقة نسبة الأمن فيها في غياب دولة، يعني في غياب دولة أعتقد أنه مقبول جدا 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 جدا، يعني ممكن نقوله 9 من 10 أتليست، يعني حقيقة نكون مواطنين، وهذا يعود الفضل للمواطنين، لأن مواطنين هم اللي تولوا هذا الأمر وأثبتوا كما قلت لك في كثير من الأحياء، أثبتوا المواطنين وسكان هذه المدن والمناطق أن كل من يحاول يعبث بأمنهم واستقرارهم وطمأنتهم حيسحق، خلينا نقولها باللفظ هذا، يعني ما فيش رحمة في المسألة هذه، أن الإنسان يستغل هذه الأمور لأجبر. أستاذ نعمان بن عثمان، الإعلام العربي والدولي بدأ الكلام عن هذا الانشقاق بين مزدوجين، الخلاف بين مزدوجين منذ حادثة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، أولا لأن المجلس الانتقالي لم يشرح الموضوع بشكل شفاف، كان محرج، كان لديه روايات مختلفة. ثانيا لأن الرواية الأخيرة قيل أنه سلم إلى ميليشيات إسلامية، قيل أنها كتائب أبو عبيدة بن الجراح، وسأسألك حول الموضوع. هل لديك رواية؟ هل لديك تفاصيل عن ما حدث؟ طبعا شوف، لدي كثير من التفاصيل، كثير جدا، يعني تأخذ ممكن حلقتين من البرنامج هذا ودقيقة جدا.
بس ما اعتقدش انا الان كليبي يعني بامانه ان في موقف نضع نفسي كشخص يعني لديه مسؤوليه ان يتحدث في هذه الامور والتحقيقات لا زالت جاريه بامانه من الاخير يعني، لكن ممكن نطرح الموضوع بشكل عام. لكن علما ان هناك بعض التفاصيل نشرت موجوده كثير، حتى نشرت انهم دخلوا عليه على المكتب وكيف رفض. لا إيه لا اصل القصه واضحه ومعروف، وعائله اللواء نفسها رحمه الله يعني عندهم تفاصيل واضحه جدا، بعض الناس شهود اعيان كانوا موجودين يعني واضحه، لكن الغوص اكثر في التفاصيل والمجلس ومجلس. اعتقد انني نقول من الانسب في تقديري الشخصي ومن حق الليبيين ان يمارسوا هذا العمل، ما لهش علاقه بالشفافيه اعتقد المساله دي، لان من الشفافيه ان تقول نعم لدينا معلومات ولكن ليس الان بصدد نشرها، هذه شفافيه. انا ما في حد كذب لا احد ان اعطيه معلومات مضلله يعني، فهمت؟ ان اقول لك نعم في مسارع لك للحفاظ على شيء عظيم جدا وهو ثوره وشعب كامل يخوض حرب يعني ممكن نقول تحرير انجاز التعبير، فما نستطيعش انك انت تتولى دور جهات رسميه. يعني نقول لك ان المجلس الوطني غير منتخب بالتاكيد يعني، ولا استطيع ادعي انه منتخب، ولكن هو الجهه الوحيده في تقديري رسميا المخوله حقيقه يعني بهذا الامر. ليش؟ اقول شيء، لأن المجلس الوطني في مسائل كثيرة يعني وخاصة المستشار مصطفى عبد الجليل تحديدا، خلينا نكون صريح يعني، أبدى نوع من المهارة في وضع التوازنات هذه يعني بين الحفاظ على الثورة وعلى مسيرة العمل بالكامل وبعض الحقائق والأمور التي يجب كشفها في لحظة معينة، مطلوب جدا وضع هذا التوازن. المجلس الوطني له صفة رسمية له صفة رسمية، فهو جهة التي تستطيع أن توازن بين كل الأطراف. تعرف أنت اللواء رحمة الله عليه يعني ينتمي إلى قبيلة مهمة جدا يعني، وأنا واحد من الناس لا أحب الحديث عن القبائل إطلاقا يعني حقيقة، وأكثر من يعرفني ويلتقي يعرف أن أؤمن أن القبيلة هي ضد الدولة الحضرية والدولة المدنية يعني. القبيلة وحدة اجتماعية فقط، أول ما يتم ترقيتها إلى كيان سياسي ضعنا وضاع الوطن الليبي بالكامل. ما عنديش أي يعني شيء نخفيه حول هذه القضية يعني. لكن تأخذ بالاعتبار وجود هذه القبائل. أيوة. فأنت تحتاج ناس عندهم مهارة. دعني أقول لك أن بالنسبة لي السيد مصطفى عبد الجليل أبدى مهارة فائقة جدا، وقد تبدي الأيام في المستقبل يعني هذه الأمور في 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 وضع توازن يعني وضع توازن دقيق جدا بين حل مشكلة اللواء رحمة الله عليه وكيف تم اغتياله والغدر به، من ارتكب هذه الجناية أو الجريمة، والحفاظ على الثورة، وأيضا عدم إهدار حق أهله وناسه وأسرته في 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 دماء الشهيد ومن معه ايضا اثنين الضباط الاخرين رحمه الله عليهم اللي قتلوا معه وهم من نفس الانتماء القبلي يعني. فبقول مهمه حقيقه، معليش يعني لان كثير اصبح الحديث حولها، بس دعني اقول ان كان خطا قاتل حقيقه. ها الدرس اللي يهمني بس اللي نستفيده منه من هذه المساله بدون ذكر اسماء بدون تشويه اي ناس يعني، انا في تقديري ان كل الناس عندها يعني ما يتعلق بالثوره 19 فبراير ما عنديش ادنى شك حقيقه في اخلاص الناس، مع ان بعضهم قد اختلف معهم حتى بدرجه ايديولوجيه قد تكون يعني احيانا لكن لو تحدثت عن اخلاص هؤلاء الناس لخدمه ثوره 17 فبراير حقيقه اعتقد انه من الصعب جدا اثبات ان هؤلاء الناس لهم يعني نوايا مضاده لهذه الثوره. ولذلك اريد ان اقول الدرس المهم حقيقه مسالتين، ان من الصعب جدا عندما تكون في حاله حرب وتتكلم عن كيانات عسكريه ان تتكلم عن تنسيق، هذا التنسيق بين دول التنسيق بين بريطانيا وامريكا بين حلف الناتو، هناك تنسيق في اداره عمليات الحلف غرفه العمليات في نابولي ممكن نقبل تنسيق، بس لما نتكلم على الليبيين يقاتل هدف واحد ودوله واحده واقامه دوله واحده لا انا لا اؤمن بكلمه تنسيق. كلمه تنسيق معناتها في خلاف حاد جدا في كلمه اسمها وان تشين اوف كوماند، سلسله واحده فقط للقياده والتحكم والسيطره. بس هذا كلام مبالغ وكلام طباوي نوعا ما ومثالي. لا في في يعني طبعا صحفيا تحدث عن الثوار، لكن انا حضرتك يعني اكثر العارفين بان لدى الثوار هناك تباينات. هذا ما اقوله انا، ما بين انا اشير للخطا، انا اشير للدرس، انا اقول ان هذا خلل لا عند اليوم هذه اللحظه لا زال قائم، ان لا توجد قياده وغرفه عمليات واحده، لا توجد تشين اوف كوماند سلسله تحكم لكن هذا واحده، لا توجد له علاقه بطبيعه هذه الثوره التي بين مزدوجين ثوره فوضى يعني. لا الناس لا الناس خرجوا الى الشارع بشكل يعني بمعنى غير يعني. لا لا بمعنى انه غير مصمم وليس هناك أيوة. تنظيم وليس هناك انقلاب عسكري، هبه جماهيريه انتفاضه شعبيه من الصعوبه، وخصوصا انتفاضه شعبيه ينتمي افرادها الى تيارات سياسيه وايديولوجيه مختلفه، كي مجتمع من الصعوبه تنظيمها. لا اتكلم فوضى بالمعنى الكايوس يعني بالمعنى الحقيقي، لكن اريد ان افهم منك هناك الثوار في ليبيا، من هم الثوار عندما بدانا نتحدث عن الاسلاميين؟ معلش سمحت اكمل بس قضيه اللواء فتحي يونس رحمه الله عليه مساله مهمه، انا قلت لك النقطه الاولى الدرس
واللي يجب أن يتم الآن. ودعني أقول لك بكل صراحة، يعني تعرف أن اتصالاتي بالفضاء الغربي كثيرة ومعقدة جدا يعني، فأعرف كيف ينظر المسائل دي حتى وإن كانوا لا يقولونها في الإعلام. فدعني أقول بكل بساطة، يعني مسألة القيادة العسكرية الموحدة تأكد أنها حساسة جدا لكل الدول والأطراف وجميع الكيانات التي تدعم الثورة الليبية وتدعم الشعب الليبي. ثورة 17 فبراير، كل من دعم من المجتمع الدولي ثورة 17 فبراير ينظر بشكل حساس جدا لعملية توحيد القيادة العسكرية، أن خلق كيان عسكري واحد، ويروا أن الوضع الحالي غير مقبول لديهم وقد ينبئ بأشياء مستقبلية. ما هو الوضع الحالي؟ أن لا توجد قيادة واحدة، قلت لك فالحديث كله عن تنسيق عمليا يعني أنا عمليا. أريد أن أفهم، هناك مجلس انتقالي هذا؟ لا مجلس انتقالي ما ليش علاقة بالوضع العسكري. مجلس انتقالي هذا الكيان السياسي الذي يمثل المجتمع الليبي الآن والثورة الليبية، وفي في في تطور تحول إلى أن يكون يقود الدولة في مرحلة انتقالية. من يقود العمل؟ لكن القضية العسكرية أنا أحب أكون صريح معلش، يعني أنا ممكن أن نجلس هنا ونزايد طيب بأمانة، يعني نشوف كثير تعليقات وكذا، والمجلس الوطني يجب، والمجلس الوطني يجب، المجلس الوطني هذه كلام غير واقعي اطلاقا. مش المجلس الوطني يتحمل المسؤولية، جزء منها المجلس، لكن من يتحمل المسؤولية ايضا نحن الليبيين، انا من احمل السلاح ايضا نتحمل المسؤولية. صحيح ولا لا؟ ليش نحمل المسؤولية مثلا لمصطفى عبد الجليل او مثلا اي شخص في المجلس الوطني او حتى المكتب التنفيذي اللي كان ما يسمى بحكومة بقيادة الدكتور محمود جبريل؟ لهم اخطائهم، لهم قضاياهم زيهم زي البشر، لكن عمليا انا دوري كمقاتل لماذا ارفض ان اتبع التخطيطات والسياسات التي اعتمدت من قبل المجلس توحيد الكيان العسكري؟ لماذا دائما أعارضها؟ لماذا إذا لدي دور هنا؟ صح؟ أنا رفضت أن نكون جزء من هذا الكيان العسكري، لدي بس لازم نعلنها الليبيين. أنا أؤمن بهذه صراحة حتى نكون صريحين، المجلس ماليش علاقة أنا أقول لو بدي أكون بالغ، وإن كان له مسؤولية قد تكون 10%. يعني إيش المجلس عاوز؟ أنه هو يستورد قوات من الخارج يعني مرتزقة وينزلهم في بنغازي ومناطق محررة ويقاتل الثوار؟ يعني مش معقولة يعني. لكن المجلس هو يؤمن بهذه الفكرة اللي ذكرتها، يؤمن بها تماما، لأنه يتعامل مع العالم، مع الدول كدولة، بس عمليا تنفيذيا على الأرض هو غير قادر، لا يملك الأداة التنفيذية لإجبار كل شخص أن يكون تابع لقيادة الجيش الوطني الليبي. بالإحصاءات من حجم القوات التوار التابعة، حجم قوات الثوار التابعة للمجلس هي الأقوى؟ لا، التوار يتجاوز 80% يعني من الأرض، يعني ما فيهاش أدنى شك. اللواء عبد الفتاح يونس عندما كان يقال أنه قائد القوات العسكرية للجيش الوطني، نعم، ماذا كان يقود؟ كان يقود الجيش؟ أعتقد 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 أعتقد, أعتقد أتحدث عن ممكن يعني 20% تنقص أو تزيد من القوة القتالية يعني للثورة 19 فبراير. 80% الأخرين 80% لكتائب التوار. طب يعملون عندما نسمع أن هناك هجوم على 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 على, على, على هذه المدينة أو تلك، هو هجوم مزاجي أم هناك خطة وهناك قوات وهناك؟ لا كيف مزاجي يعني؟ بمعنى عندما تقول أن 80% من الثوار ليس لهم قيادة موحدة، كيف يتقرر أننا سنحتل هذه المدينة، سنقصف تلك المدينة؟ أنا ذكرت لو قلت لك التنسيق يشتغل من خلال التنسيق في شبيه بالوضع نوعا ما، يعني ما حدث في أفغانستان، تجد 4 أو 5 أحزاب كانوا يحاصروا مدينة واحدة كبيرة ويقتحموها، يعني في تنسيق بين القيادات الموجودة. التوار حاولوا أن الآن يقوموا بكيان عسكري يجمع جميع كتائب التوار، سموه تجمع سرايا التوار، وضعوا له شخص مسؤول اسمه فوزي بوكتف، والسيد فوزي بوكتف ليه علاقة بالمجلس الانتقالي ويشتغل مباشرة مع وزير الدفاع في المجلس أو مكلف بملف الدفاع، يعني مرتبط بالمجلس يعني وبمستشار مصطفى عبد الجليل وكذا. لكن ليس كل كتائب التوار منضوية تحت هذا التكتل حقيقة، يعني خاصة في المناطق الغربية، تحدثنا عن مصراتة أو الجبهة الغربية، لا يوجد عمليا نتكلم على الأرض، يعني دعني من الكلام العام الذي يقال، يعني لا يوجد ارتباط بهذا ودخل أيضا المناطق المحررة. لكن هي كانت محاولة على الأقل أن وضع كتائب التوار اللي هي عبارة عن ناس مدنيين شعبيين يعني حملوا السلاح وتطوعوا في هذه الثورة، وضعوا نفسهم في خدمة هذه الثورة فتحولوا إلى مسلحين، كانوا يحاولوا يضعوهم تحت قيادة عسكرية واحدة، مركب واحد، فخلق هذا الكيان اللي اسمه تجمع سرايا الثوار 17 فبراير، له شخصيات قيادية ومرتبطين بالمجلس، لكن لازال هناك كتائب أخرى موجودة ترفض أيضا حتى أن تكون جزء من تجمع سرايا التوار، ترفض هذا. طيب في هناك طبعا بعض الكلام في الصحف تحدث عن كتاب، طبعا قيل انه كتاب ابو عبيده من الجراحيه المسؤول كتيبه ابو عبيده من الجراحيه المسؤول عن اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، قيل انه هناك طبعا اسلاميين يرفضون القتال مع الكفره بمزدوجان الناتو، بالتالي يعني الخلاف ليس خلاف مزاجي، خلاف ايديولوجي سياسي في داخل الثوار. لا شوف، الخلاف الايديولوجي
أنا ما أعتقدش أن في مصلحة لنفيه. ما أعتقدش أن يعني أن إذا وجد شخص مثلا علماني أو شخص ليبرالي، شخص قومي عربي، شخص مثلا حتى طائفي إن كان ما عندناش في ليبيا الطائفية، وشخص مثلا إسلامي الفئة دينية، مش من المصلحة محاولة إذا هو موجود على الأرض، إذا هو موجود مش من المصلحة محاولة إخفاء أو إلغاء، لأنه حيظهر بعنف وبقوة. انتهت القصة دي متاع يعني أن كل شيء واحد وكل الجميع واحد والشعب الليبي واحد والشعب الليبي يفكر مثل بعضه وينام مثل بعضه ويضحك مثل بعضه، كلام يعني هذه أسطورة يعني يجب أن نتجاوزها، موجودة فعلا لأن الناس تنطلق من خلفيات معينة ومن ذهنيات معينة وبعضهم من أيديولوجيات معينة، لكن دعني أقول غالبية الشعب الليبي، الغالبية العظمى من الشعب الليبي غير أيديولوجي. أنا مسؤول على الكلام هذا، معظم الشعب الليبي شعب غير أيديولوجي، لا يؤمن بالأيديولوجيا، حتى انتمائهم العربي هو كوظيفة فانكشن، يعني يؤمنوا بالعروبة كوظيفة ولا يؤمنوا بها كأيديولوجيا إطلاقا. في هذا الموضوع حتى الليبراليين في ليبيا، خليني أقول لك كلامي اسمح لي بس، حتى الليبراليين في ليبيا أغلبهم ليبراليين وطنيين، لا يوجد لديهم موقف أيديولوجي من قضايا أخرى مثلا من الدين، لا يختلف مع التيارات الإسلامية أو من مع الإسلام تحديدا، وهناك فرق بين الإسلامي اللي لديه حزب إسلامي وبين الإسلامي اللي هو دين الشعب الليبي. ما عندناش حقيقة رأوا الاحتقانات اللي موجودة مع تقدير احترامي في المشرق العربي، نكون معك صريح يعني في ليبيا مش موجودة لهذه الحدة، ولكنها موجودة، نعم موجودة بالتأكيد. طب سأسألك عن الموضوع الإسلامي، عندما يتم الحديث أن هؤلاء الإسلاميون يقاتلون لوحدهم، يقال أنهم مجهزون أيضا بأسلحة متطورة، لا أعرف مصدر هذه الأسلحة، ولا يعملون مع الآخرين، لا يعملون مع الكفرة، مع الناتو، لكن هؤلاء الإسلاميين هم قريبين من الإسلاميين الذين كانوا يوما ما في أفغانستان، هل في أفغانستان هذا التيار كان أيضا يطرح اجتهادات من هذا النوع، هل نعمل مع الأمريكان أو ضد الأمريكان في أفغانستان؟ شوف الآن بالتأكيد أنا نتابع في الموضوع هذا بدقة يعني، ولدي حتى بعض الفتاوى يعني والأسئلة أرسلت من بعض الأماكن إلى جهة أخرى يسألوا عن هذا الأمر خارج ليبيا. أنا أعتقد أن هذا أمر مشين يعني، وإن كان لا يمثل الكتلة اللي وصفت حضرتك بالإسلاميين داخل ليبيا الآن. جيد، أمر مشين ما هو؟ أنك أنت موجود في ليبيا وعندك شيوخ وعندك العلماء وعندك قادة الحركة الإسلامية وعندك زعماء وعندك جهاديين وعندك ناس كانوا جاهدوا في أفغانستان من أكثر من 20 سنة، وعندك ناس كانوا في السجون وضحوا من أجل الدعوة، يعني عدد رهيب هائل من الناس الموجودة في ليبيا، وفي الآن الشيخ صادق الغرياني يعني موجود، وكثير من الشيوخ غيره، بس أنا ذكرتها كرمز ليس من باب تقليل من شأن الآخرين يعني. فمن الخطأ أن أي شخص يحاول أنه هو يأتي ويسأل شخص آخر غير ليبي، لا أقولها بالمعنى العنصري، لكن أني أعرف إيش تبعات هالمسائل هذه حقيقة أني تعرفها كويس، ومن عندما ترسل فتوى وما رأيكم في كذا وما رأيكم في حلف الناتو، هل يجوز أن نعطي الإحداثيات للعدو وكتائب القذافي لحلف الناتو ليقصفهم أو لا، وهل هذا يخرق الولاء والبراء ولا؟ أنا كان بصفصفها حقيقة نعتبرها يعني وعدم يعني شيء مخجل ومخل بولاء إنسان لشعب، ليس معنى إنسان، نعرف تماما مش معنى كلمة الوراء والبراء والإسلام، لكن أنت يا أخي في إطار معين، خليني حتى أضع النقاط الحروف هنا. الحركة الإسلامية في ليبيا لها رموزها، ما تحتاج أي شخص من خارج ليبيا بأمانة، أقول لك لا تحتاج أي شخص من خارج ليبيا، الجميع يرى أن الاستعانة اللي تمت بحلف الناتو أول شيء يعني هم ما طالبوش بها، هو كان رأي دولي عام يعني الشعب الليبي بعمومه يعني بدون أي أيديولوجيا، أرحب بهذه المسألة لأن لم يكن أو كان في مطالبة، كان في عتب، لا أسمح لي والمعارضة مش عتب أين العالم الغربي، أين حقوق الإنسان، أين لا مش عتب، هو خلينا نضع الصورة بصورتها الحقيقية يعني، مثلا إحنا مش مهم عملية طرح الإشكالية يعني، عندي مهم جدا يعني، كيف اللي حصل هو يوم 19 مارس ماذا كان سيحدث؟ أنا اللي جاوبني على السؤال هذا يعني نستريح نفسيا، ماذا كان سيحدث؟ بس لابد تكون في إجابة من أي إنسان يعني، مع الاحترام وتقدير جميع الآراء الموجودة، بس ماذا كان سيحدث يوم بجميع الأدلة متوفرة يعني 19 مارس ماذا كان سيحدث لو لم يتدخل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى حلف ناتو ويوقف القوات المتقدمة والتي دخلت إلى بعض ضواحي بنغازي ودخلت منطقة كانت قوات غزة ستقوم بمجزرة في بنغازي. طيب أنت الآن أنا أسأل يعني أي خاصة الآن المشاهد العربي، أعطونا البديل، أعطيني البديل، لا ما تقوليش ابكي واضحك بعدين أقول نساء الله ونحسبهم عند الله شهداء ويجب أن العرب يجب هذه العرب في سنة 2400 ممكن يعملوا حل يعني، كلام فارغ لما أنت تشوف ناس أنا يكون عندي أصدقاء يعني كانوا مباشرة بالتليفون كنت نحكي معهم من مغازي، أصدقاء كانوا عايشين في طرابلس وأصدقاء عمري يعني ما نسيب موقفهم يعني حالة الهلع، وأحد الأشخاص كان يقول إنه ما يعرفش حتى زوجته أولاده فين راحوا يعني، وآخر كانت مشكلة هو ابنه عمره 15 سنة يحكي لي اضطر أنه يصفع ابنه 15 سنة طالع يقول له بنموت بنستشهد
والاب خايف على ابنه، هؤلاء اصدقائي نعرفهم كويس ما يقلبوش. وحاله رعب، كانت دبابات تقصف البيوت، دبابات كانت تضرب في البيوت مباشره، البيوت امنين. وعمليه كانت يعني وقفوا العائلات، خرجت من المدينه اغلبها، اللي انتقل من الاخرى، في اللي وصل لحدود المصريه، لكن وقفوا شباب كثير جدا ومقاتلين كثير. وعلى فكره من ضمنهم فتح يونس رحمه الله عليه، وايضا اعتقد ان في مسمعه ايضا اللواء خليفه حفتر، وقفوا في بنغازي ودافعوا عنها يعني مع اهل بنغازي الغير مسلحين والمدنيين، ولا عليق علاقه باي تنظيم عسكري، مدنيين في بعض محمل السلاح فقط خلال اسبوع ولا اسبوعين. وقفوا وحاولوا بقدر الامكان يوقفوا هذه، وكانوا يعلموا انهم داخلين على مذبحه، انهم سيبادوا. كيف نوقفها المساله هذه؟ وبالتالي بعلم السياسي انه هذا التدخل كان، لا حتى لا نحملها لطرف، ليش قلت هذا الكلام؟ اسمح لي، انت حملها كنا ليبيين، اذا يعني مثلا هناك جريمه وقعت فكنا مجرمين. طيب اذا احنا صهاينه فكنا صهاينه، ما 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 لا يحملها لا اسلاميين، معلش اسمح لي، لا المجلس الوطني، ما الواقعيه مهمه في المساله دي، لا يتحملها مجلس وطني ولا يتحملها كتائب معينه، ولا اسلاميين ولا علمانيين ولا ليبراليين. هذا الجدل ما زال مستمر حتى مستمر طبعا مستمر. ولكن اعتقد في وسط الليبيين بامانه شبه انه منتهي، لان الناس متريح ضميرها يعني بامانه. نشوف في كل الليبيين داخل ليبيا متريح، اللي كانت حمايه ارواح عشرات الالاف خلينا نقول، وبعض الفضائع التي كانت ممكن ان ترتكب اللي هي غير الارواح لابد ان توقف بامانه. فاذا ما عنديش حل الا هذا، والاسلام اقول لك نظره اغلب الاسلاميين هذه هي النظره، ان هذا امر جبرنا عليه، ولا يوجد لنا طاقة إطلاقا لوقف هذه المجزرة لحماية الأعراض وأيضا حتى الدين يعني والأموال والحرمات وحماية المناطق الآمنة. يا أخي لأن المسألة هي كالتالي، أنت كيف، اسمح لي معلش سؤال، كيف أن إقليم كامل كيف أن إقليم كامل ينجح في إزالة السلطة بدون سلاح؟ مش هذا اللي حصل في برقة؟ مش هذا اللي حصل؟ خلي العالم يعرف يعني، نشوف الناس يطرحوا، خاصه حقيقه بعض اخواننا من القوميين مع تقديري لهم وحبي لهم يعني، بس مش فاهمين الموضوع يعني، ما يطرحوش فيه صح يعني، اثبت العرش ثم انقش. كيف ان يفسروا لي ان اقليم برقه بالكامل خلال يومين او ثلاثه بدون سلاح، بدون سلاح جميع مدن برقه اصبحت خلال يومين او ثلاثه خاليه من وجود اي سلطه تابعه للنظام في في في, في طرابلس؟ كيف تفسير الامر هذا؟ يعني اذا هذا الاقليم بشكل شعبي وشكل جماهيري وشكل ثوري اثبت عمليا كاستفتاء بالدم ان لا يريد هذا النظام ان يبقى بامانه، نكون صريحين يعني، ولم يحدث اي عمل قتال. لكن قد ياتي من يجيبك ويقول هذه تجربه اسقاط النظام في منطقه معينه بدون سلاح وبدون تدخل الناتو، لماذا لا تعمم هذه التجربه؟ عممت بس سحقت المدن الاخرى. حجم الهبه اللي كانت في بنغازي والانتفاضه كانت قويه جدا، بس حتى ثمنها كان باهظ. لعندنا احنا قاعدين الناس تحصي في القتلى والضحايا والمختطفين، واللي لعندنا الناس قاعدين يحصوا، بس الناس هم يتصوروا انها كانت مزحه يعني. لكن هو لو تشوف انت الان لما تطلع الان الارقام، كم قتل في بنغازي، كم قتل في جدابيه، كم قتل في البيضه، كم قتل في المرج، كم قتل في درنا، كم في طبرق وغيرها من المدن، حيشوفوا الناس المصائب والفضاء وغيرها من جرائم اخرى مثلا. فالثمن كان باهظ باهظ صدقني، وان صمد الناس الايام الاولى ولم يحملوا السلاح، وكانوا تطلق عليهم الرصاص في الشوارع. ثم سخر الله سبحانه وتعالى ان اللواء عبد الفتاح يونس انضم للتوار، وكتائب اللي كانت موجوده من الصاعقه ساهمت مع التوار في 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 اخماد القوه التي حاولت ان تبقى وتقمع الشعب وتقتل المواطنين في بنغازي، بس كلها كان عمل شعبي مدني. حصلت نفس القضيه في طرابلس، مدينه الزنتان يوم 19 كانت محرره بالكامل، وهي في اقصى الغرب في جنوب غرب ليبيا. مدينه الزنتان يوم 19 فبراير كانت محرره بالكامل، تصور، وثم تبعتها مناطق الجبل الاخرى. مدينه الزاويه الم تحرر بالكامل في اول ثوره فبراير؟ ولكنها سحقت بعد اسابيع من الصمود والى اخره، ونبشت القبور واخرجت منها جثامين الشهداء. هذا الامر كيف يتم وقفه؟ خليني عن مدينه طرابلس سوف نتحدث عنها ان شاء الله عندما نكون بداخلها يعني، بس اللي حدث في طرابلس ايضا، لكن لانها العاصمه وكان لها تركيز اكثر، بس ان ابيدت يعني ناس كثيره، تعرف عدد الان المفقودين والقتلى في طرابلس بالكامل يعني يفوق العدد حوالي 27,000 شخص بين قتيل ومفقود، 27,000. استاذ نعمان، في القسم الثاني ساحاول ان افهم ماذا يحصل حاليا في ليبيا، وما الذي يمكن ان يحصل بعد تصريحات متعدده، خصوصا التصريحات الاخير الامريكي يقول ان ايام القذافي معدوده، لماذا الايام لم تكن معدوده قبل ذلك والان يتحدثون عن ذلك؟ نريد ان نفهم بعد ايام، بعد اسابيع، ما الذي يمكن ان يحصل بعد الفاصل، ابقوا.
ليبيا دخول إلى خبايا الصراع، نقاش مع الأستاذ نعمان بن عثمان وهو كبير المحللين في الكويليام فونديشن. أستاذ نعمان بن عثمان، أريد أن أذكر طبعا والمشاهد المتابع لهذا البرنامج يعرف أن كان لك دور كبير في فترة سابقة في إيجاد تسوية ما بين الإسلاميين وبين السلطة، سلطة العقيد القذافي، والتي أدت بعد ذلك إلى إطلاق سراح المساجين الإسلاميين. في الآونة الأخيرة صدرت تصريحات عن سيف الإسلام القذافي يتحدث عن محادثات تتم بين نظام القذافي وبين الإسلاميين لطرد الليبراليين. طبعا الإسلاميين بأسماء معينة نفوا ذلك، لكن هل برأيك في جو من هذا النوع؟ لا أعتقد أن لا يوجد جو من هذا النوع، يعني حتى نضع الموضوع صعب، لكن ممكن بعدها نفصل عليها ونشرح. لا يوجد، وأعتقد أن هذا البيان خاطئ، يعني وهو جزء من حرب إعلامية. يعني لا يوجد أي حوار بين الإسلاميين واللي عناهم سيف الإسلام، يعني لا يوجد حوار بينهم وبين النظام الليبي في طرابلس. لا يوجد الأمر، بل الحالة اللي بينهم هي حالة عداوة، يعني حالة عداوة شديدة جدا، مفاصلة يعني حاسمة. لأنه هذا يقودني إلى الكلام في استخدام للأسف، خلينا نستعمل هذا اللفظ يعني عذرا، يعني لبعض الإسلاميين الموجودين في طرابلس للأسف، يعني من تيار معين حنقول السلفية كلاسيكية، يعني وحاشا للسلفية في أصلها وفي نقائها أن تكون جزء من هذه المنظومة، ولكن بعض الشباب لبس عليهم الأمر يقوموا بهذا الأمر حقيقة أعتقد باستخدام سيء ومسيء جدا لقيم دينية وإسلامية، وصف التوار وكذا بالخوارج، وأن يجب قتالهم وأن القتال ضدهم جهاد. يا سيدي، حتى إذا أردت أن تلعب دور كويس باسم الدين، ألعب دور المصلح، يعني ما تدعو إلى قتال الناس وتصفهم بالخوارج ويجب قتلهم وأعداء الإسلام وكذا. يعني حتى إذا أراد الإنسان يلعب دور، يا سيدي على الأقل يكون يعني دور الوسيط، يقول خيرا أو ليصمت. لكن أن ناس انخرطت وحاولوا أن وذهبوا أيضا جندوا حتى ناس آخرين من خارج ليبيا، للأسف يعني بعض الشيوخ والعلماء من بعضهم من الـ من الـ من 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 الخليج يعني العربي، وبحيث أن أكدوا أن هذه حملة صليبية على ليبيا، يعني نفس منطق القاعدة يعني بصورة أو بأخرى. هذا الذي حدث في طرابلس، وهذه الحركة يعني الموجودة هناك من يومها، ليس من الآن، قديمة يعني منذ الثمانينات. دائما هذا توجهها هو التحالف مع السلطة القائمة باسم الدين وقضية يعني وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، والقصة هذه يعني التي صعب جدا تلبيس الناس أمور ديها. أما التوار الموجودين في بنغازي، العناصر الإسلامية الموجودة ضمن كتائب التوار يعني في الشرق أقصد، أو في جبل نفوسة أو في مصراتة أو مرة أخرى، ما هذا أمر غير موجود. لا إطلاقا، ما لمش علاقة بالموضوع، بل بالعكس هي العلاقة حقيقة علاقة عداوة ومفاصلة حدية. طيب، في موضوع المفاوضات، في بعض الأخبار التي خرجت تقول أن هناك مفاوضات تجري في تونس بين الثوار وبين النظام. تم نفي هذا الموضوع، وتم نفي هذا بشكل رسمي من مصطفى عبد الجليل، وقال أنه ليس هناك لا مفاوضات مباشرة ولا مفاوضات غير مباشرة. ومع ذلك عبد الله الخطيب لوفد الأمم المتحدة إلى ليبيا قال أنه اجتمع مع الفريقين. فأنا يعني كيف تفسر ماذا يريد من اجتماعه مع الفريقين؟ ألم تكن هذه مفاوضات بشكل غير مباشر؟ لا، حسب ما هو متوفر يعني الآن لدي، يعني نقول لك أن تصريحات المجلس الوطني هي الصح 100%. المجلس الوطني الانتقالي رافض الحوار والمفاوضات والنقاش المباشر وغير المباشر إلا في حالة واحدة فقط، إذا خرج شيء رسمي معلن ورسمي أن العقيد القذافي تنازل عن السلطة وسلم جميع صلاحياته، وممكن شخص آخر يستلم يعني من الموجودين ويبدأ يتحاور مع المجلس الوطني لإنهاء الأزمة. في الحالة دي ممكن المجلس يبدأ يتحاور، يبدأ في الحوار. صدقني هذا موقف مبدئي وثابت، وموقف أيديولوجي يعني لن يتغير. هذا بالنسبة للمجلس، لكن أنا ممكن طلبت مني التفسير ما يحدث في تونس هو ضغط دولي على المجلس، وذلك كذا أقول الناس لازم يكون دقيقة. بأي معنى ماذا تريد الدول من المجلس الانتقالي؟ يريدون أن يدخل يعني في هذه الحوارات وإلى آخره بتسوية، ليس بالضرورة أحيانا يكون المجلس هو موافق عليها أو راضي عنها، باعتبار أنه يعلم ما هو نبض الشارع الليبي الآن أو ما يطلبه الثوار على الأرض. هل هذا عائد إلى قناعات غربية بصعوبة الحسم العسكري؟ لا ليس بصعوبة بأمانة، لكن بثمن الحسم العسكري، ليس الثمن. الثمن لعند الآن بعضهم يتصور أن باهض وقد لا يكون يعني بالصورة التي يتمنها، يعتبروا أن السيناريو قد يكون غير
طيب تكلمنا كثيرا عن المعارضة في حلف الناتو يعني من ثلاثة أيام أصبحوا يستعملوا في غرفة العمليات في نابولي يستعملوا في مصطلح يسموا فيه النجاح الكارثي catastrophic success يسموا فيها كذا يخافون من النجاح الكارثي يسخن الطلب بس يسموها كذا هو نجاح لكن يعتبره كارثي هذا حلف ناتو يعني إذا لما تحكي الأمور العسكرية دائما نبحث عن الناتو كيف يفكر كذا بعدين نفهم وشان صاير يعني لأن ليهم علاقة بالموضوع لكن من خلال يعني. علاقاتك واتصالاتك مع الغرب قلت منذ قليل أنها اتصالات معقدة ما الهم الكبير عند الغرب هذه الفوضى لا يعرف من هو الزعيم ليس هناك قيادة عسكرية موحدة لا يعرف من هو البديل وهذا الأمر كان مطروح سابقا حتى لدى الجمهور الغربي الداخلي يقول إلى أنتم ذاهبون لا نعرف من هؤلاء الذين يثورون في ليبيا شوف بالنسبة للغرب لما بدأت ثورة 17 فبراير الغالبية العظمى من الدول المهمة يعني واللي تشكل منها الآن حلف الناتو اللي مشارك في العملية في ليبيا كانوا يتصوروا أن أقصى مدة لصمود القذافي هو 10 أيام وما أقوله لك الآن هو معلومات يعني مباشرة مش تحليل يعني والله كذا يعني ولا أحتاج لشخص أن يخبرني كيف يفكر الغرب أنا شخصيا لا أحتاج يعني فأقول لك يعني كما يقولوا بالإنجليزي it's first hand information يتصوروا أن 10 أيام وتنتهي بناء على معلومات المخابرات خاطئة جدا ومراقبتهم لهذا النظام الليبي كل هذه أنا وريتك قبل أن ندخل الاستوديو إيميل يعني شخص معين يقول لي أن كما توقعت منذ عدة أشهر يتكلم عن توقعاتي وأن يعني بالضبط يعني أنها تأخذ أبلغ توقعتها في حوالي 6 أشهر يعني والأطراف الثانية تعرف هذا الكلام يعني كويس يعرف يعني تحديد الموقف وأن العقيد القذافي لن يغادر ليبيا لن يقدرها يعني حيبقى لأن كان فبراير إشاعات وكذا وعلى فكرة يعني أول إشاعة طلعت هو كان وراءها شخصيا ممكن مناسبة نحكي لك القصة إيش حصل لما خرج ويليام هيغ وقال أن العقيد قذافي في طريقه إلى فنزويلا مشهور التصريح هذا يعني وزير خارجية بريطانيا فالناس كثير حيرين كيف أن يعني وزير خارجية بريطانيا يعني مش دولة بسيطة هذه يخرج ويقول هذا الكلام إلا أنه هو متأكد يعني طيب إيش هو اللي أكد لويليام هيغ نقول لك إيش اللي حصل اللي حصل يا سيدي كالتالي أنا عقيد القذافي ذهب إلى المطار طرابلس مازال لم يطبق تلك الفترة الحظر الجوي وتعمد أن يكونوا بعض الناس حاضرين من المراسم وكذا شخصيات ليبية معينة وركب في الطائرة وغادر عمل لفة ونزل في مطار معتيقة اللي هو في ضواحي طرابلس كان قاعدة عسكرية أمريكية قبل قاعدة هويلز ثم فالآن قاعدة أخبر نزل هناك أغلبهم يعرفوش أنه هو نزل هناك نزل في الطائرة عمل هذه الأمر حتى يريد أن يخرج أي رد فعل أو تربص أو من هو أيضا يتعامل مع التوار أو من له علاقة بالغرب قبل أن تنضج أفكارهم أراد أن يظهرهم بشكل مفاجئ وتمت فعلا بعدها عمليات قمع وإقصاء لمسؤولين في الدولة ما فيهم ضباط وإلى آخره كان يريد أن يظهر سلوك المحيطين به والناس اللي موجودين في الدولة قبل أن يأتي الموعد اللي هم محددين أصلا ففاجأهم بهذا بحيث أنهم يقول لك القذافي غادر وناس شافوه مسؤولين ومتأكدين 100% لدرجة وزير خارجية بريطانيا وهذه اكسكلوسيف يعني للبرنامج وبهذاك الآن بس هي 100% هذا الذي حصل يعني ركب في الطائرة وغادر فعلا فويليام هيغ تأكد وقالوا له أن الرجل غادر يعني إلى فنزويلا بس هو نزل في مطار عقبة يعني في نفس في طرابلس يعني كان السبب منها هي عملية أمنية وهذه الآن بمناسبة ذكرها كويس حتى نعلم شخصية العقلية وذهنية الشخص أو الطرف اللي تتعامل معه الآن ما تحاولش أنك أنت تنزل من إمكانياتها في تطوير الصراع وخلق سيناريوهات دامية وفوضوية يعني مهمة جدا الآن حتى الآن لو تشوف الآن السيناريو الموضوع في طرابلس يعني هو إذا استطاعوا طبعا قد لا يستطيعوا بس الآن السيناريو العسكري الموجود هو تحويلها إلى بيروت وهذه الورقة اللي ماسكها الآن النظام يتفاوض بها أن بأي معنى بيروت بيروت الثمانينات حالات متعددة بيروت لا مش بيروت الحالية الآن سوليدير لا بيروت الثمانينات بمعنى بيروت الداخلية بيروت أيام بيروت الغربية بيروت الشرقية والكراتينة والقصص دي كلها يعني أيام الحرب الأهلية فالجيش كله تم إعادة توزيعها أو القوات الموجودة بطريقة يعني حرب مدن بالكامل تم مسك كل نقاط الحرب نظام القذافي اليوم يؤمن بطرابلس يعني اقتنع انه بالنهايه لأن طبعا فيها سكان طبعا هي قلت لك النظريه يعني حقيقه تعتبر في غايه الخطوره لان الناس كثيره كانوا يسرقوا في ناس كثيره يطلعوا من طرابلس قاعدين يعني سمحوا لهم لعند امس في عائلات تغادر وخرجت الى جهه الزاويه وجبل النفوسة وكذا تغادر في الواحد فكان يسمحوا لهم ومن قبلها كانت ناس تخرج لتونس هو حقيقه كان النظام يتعمد هذا الامر ولم يمانع
في خروج عائلات لأنه يريد أن يقلل من نسبة السكان ولا يريد أن يبقى إلا على الأقل الناس اللي ممكن أن يتمسك بهم وأنهم سيقاتلوا إلى آخر لحظة. لأن تعرف في نظرية عسكرية مهمة جدا يعني لما تكون المدينة ترفضك وأنك أنت تعتبر نفسك كأنك حالة احتلال لهذه المدينة، المقاربة العسكرية لهذا الموضوع مثلا مهمة جدا هذه، أنك لكل 20 مواطن مدني تحتاج عسكري بروفيشنال محترف، لكل 20 مواطن تحتاج عسكري حتى تسيطر على مدينة في حالة وضع احتلال أو رافضة في حالة انتفاضة. فالنظام يهمه أن يقلل المدينة، يقدر عدد سكانها حوالي 2 مليون يعني، أن يخرج هؤلاء الناس حتى تمكن السيطرة عليها بشكل أكثر. والنقطة الثانية أن لأن تم من أول فبراير وأول من نهاية فبراير وأول مارس استغلت كل البيوت، وكانت في سياسة متعمدة يعني أي بيت يكون فاضي أو خالي من أهله يتم جلب، تم جلب كثير من الناس للأسف من مناطق يعني بس مش عاوز نذكرها منين يعني لأنها مناطق ليبية ومن عينات معينة تم استحضارها من مناطق بعضها من الجنوب بعضها مناطق أخرى من ليبيا موالية بشكل كامل موالية ووضعت في طرابلس كلها الآن. فهي طريقة النظام هي طريقة مدروسة على فكرة يعني مش مسألة عشوائية وقديمة كانت موجودة في الفكر العسكري لبعض الكتائب الأمنية وهي عملية احتلال الحضر بالبدو. ممكن بعض الناس يستغربوا بس ما أقوله الآن ليس تحليل مني، هذه معلومات دقيقة يعني أن نظرية احتلال الحضر يعني إذا أردت أن تقمع مدن فيها حضر يجب أن تأتي بالبدو حتى أنهم يقولون البدو مقصود بها ناس من أهل المدن والقبائل الخارجية الذي لا يسكنوا في هذه المدينة، تأتي بهم ومقابل ميزات معينة وإلى آخره ولاءات معينة أنهم لديهم القدرة وأن يكونوا مخلصين ولا يحملوا أي رحمة أو شفقة خلينا نقوله على هذه لا تمثل مثلا شخص يعني لم يدخل في طرابلس إلا من شهرين يعني بالنسبة لها مدينة طرابلس لا تعني أي شيء بل بالعكس قد يرى أن سكان هؤلاء خونة وأعداء للنظام و و و و إلى 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 آخره. أستاذنا ما نريد أن نفهم منك عندما ما أريد أن أقول الغرب لا يريد أن يدخل في هذا السيناريو، هم على علم بالمعلومات هذه يعني، فالغرب يحاول بقدر الإمكان أن توصل عملية ساتلمنت يعني تسوية تحقق أهداف ثورة 17 فبراير. خلينا نرعب الطريقة الغرب لا يعني طبعا هذا والغرب مصر على تنازل عقيدة القذافي عن السلطة على فكرة يعني حتى في تونس الحوارات اللي صارت وأؤكد فعلا أن المجلس الوطني ليس طرف في هذا الحوار إطلاقا بالتأكيد يعني اللي حصل في جربة، لكن الغرب يطالب ب يريد تجنب معركة طرابلس وعندما الحق يريد تجنب معركة. نتمنى جميعا هذا أنا ساتلمت بدون قوة. أنت حضرتك توقعت كما قلت منذ بداية الأحداث أنه على الأقل لا تتحدث قبل 6 أشهر عن نهاية أو مصير النظام، لماذا؟ عندما تتحدث عن هذه العبقرية في الخروج بالطائرة أو باستيراد الحضر إلى آخره، كل هذه المواهب الأمنية كيف تراكمت؟ ومن هم يعني ليس لم يكن هناك معارك مصيرية لنظام القذافي، كان عنده معارك يعني استطاع حسمها بشكل سريع، لكن من هو هذا النظام الذي يصمد حتى الآن؟ شوف النظام متركب تركيبة قبلية وهذا كان كلامي يعني حتى مع الغرب يعني أول أزمة عندما تبدأ الصدمة حتنتفض الحالة القائمة جيد حتتساقط أشياء كثيرة جدا، بعد ذلك حيظهر الهيكل العظمي للنظام سكلتون حتبان، هذه كانت فكرتي ونظريتي الموضوع طريقة هي أن حتبان وذلك أنا أبتسم الآن لأن في بعض الناس غربيين أيضا اقتنعوا وأرسلوا إيميلات وكذا شيء موثق يأكدوا أن نظريتي كانت صح وكلامي صحيح، والآن ظهر مش من الآن ومن كم شهر الهيكل العظمي للنظام ليس مجرد كما يقول الناس كان كتائب ومرتزقة فقط، لا غير صحيح الكلام ذلك، لأن الناس تشاهدهم في طرابلس بأعينهم يعني الناس موجودين هم ليبيين وهذه مهمة من الآن وضع هذه الحقائق للناس حتى إذا ما بعد سقوط النظام الحالي وانتهاء الأزمة بإذن الله على خير مهمة جدا قضية دي في عملية مصالحة وطنية شاملة لأن في قبائل كبرى وضخمة جدا لا يمكن تجاوزها لا يمكن أن تكون ليبيا بدونها أغلبها هذه القبائل الموجودة مع النظام. لماذا لم يتم التعامل مع هذه القبائل تفوق هذه القضائب رفضوا. لماذا بأي معنى بمعنى العنصري بمعنى الدم أسمح لي يعني نقول لك أنا تعرف طبيعتي أنا أعلم لماذا يعني لكن لا أستطيع أن أتكلم في هذا الموضوع يعني هل برأيك في برنامج لم تقدم ضمانات مقنعة لهذه القبائل؟ ليست ضمانات فقط حسابات دقيقة قديمة جدا ترجع وأنا يعني على اتصال ببعضهم يعني لأن كانت فكرتي أن هكذا لحماية طرابلس أنا مدينة طرابلس هذه مدينتي يعني لا يوجد يا أخي أنا خرجت من طرابلس نخرج للندن يعني ما عنديش مزرعة أو قرية أو ريف نروح لها يعني أهل طرابلس الأصليين يعني نعم فمهمة النقطة دي يذكرها يعني لأن سكان طرابلس لاحظت ناس كثيرة يتكلموا عن طرابلس وكأنها يعني مثل ما كانت إسرائيل تتكلم عن فلسطين وكأنها أرض بلا شعب، طرابلس لها سكان ولها مدينة عمرها آلاف السنين يعني لها أهلها وعائلاتها ومواطنيها وسكانها يعني ويعرفوا مصلحتها كويس، فمريد أن أقوله أن القبائل اللي كانت موجودة
يعني خاصة أن تعرف أنت من أكثر عدد سكان طرابلس الآن، أكثر عدد سكانها وهم سكانها من سكان طرابلس، يأتوا من قبيلة معينة، يعني يأتوا من قبيلة معينة، هذه أكثر تشكل أكبر عدد من سكان طرابلس سوار، ينتمي من قبيلة معينة، كيف تتعامل مع هذه؟ وهذه القبيلة إلى عند لحظة قريبة فقط من أسبوع فقط تغيرت الوضع، بس كانت موالية النظام، وبعض للأسف بعض أبنائها ذهبوا وقاتلوا إخوانهم في 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 مصراتة، يعني للأسف الشديد يعني حجم الانشطة في الجبل الغربي في نفوسة. فماذا ما اريد ان اقول، هذه مسألة معقدة الغرب الان فهمها كويس وعرفها، هذا ما جعل النظام يبقى، انه مكون قبلي يعتمد على 5 أو 6 قبائل رئيسية، لا نقول كلها بالكامل، ولكن على الاقل الجزء الرئيسي منها، يعني الهارد كور في هذه القبائل. ليس معمر، انه واحد الاشخاص قال لي ليس قضية معمر قذافي فقط، واحد الاشخاص واحد القبائل قال لي شوف قضيتنا مش قضية معمر قذافي فقط، لكن التحالف هذا القبلي له مسائل أخرى، نحن ننظر إلى شرف التحالف هذا أو إلى عهود ومواثيق بين تكتل معين قبائل، ولن نسلم السلطة بسهولة، هكذا ينظر الأمر. غريب أستاذ نعمان بن عثمان، كان في شيء لافت في ليبيا عندما انطلقت هذه الثورة، بعد ذلك الانشقاق الأول كان مصطفى عبد الجليل الذي أصبح رئيس مجلس الانتقالي، عبد الفتاح يونس كان وزير الداخلية انتقل، وتم قبوله، يعني تم قبول أشخاص من النظام يأتون، أشخاص تنفيذيين وزير داخلية يأتون إلى لو تتكلم عليه. ولماذا يعني تكمل لسؤالي، لماذا لم يتم التعامل مع الآخرين أيضا؟ صح، أنا معك فيها، أنا أؤمن بالتعامل مع الجميع. مسألة واحدة بس في قضية، أنه هو القانون يحل النزاعات كلها، يعني إذا شخص أراد أن يتنازل عن حقه من حقه، لكن إذا في دماء، الفصل في الدماء هذا في الدنيا وفي الآخرة، يعني أولياء الدم معروفة، والقانون يحمي في العالم كله أولياء الدم، يعني زي هذه ومسألة يحسمها القانون، مش شخص يتصور نفسه أن عنده القانون، لأنه ممكن يرد عليك أنت إذا شخص أراد أن يأخذ القانون بكلاشنكوف، ممكن يتم الرد عليه ببيكا أو بتشكة 52 يعني بالقضية، وهذه فوضى نصبها في غابة يعني. لكن القانون صح، لكن مش بحق أي واحد أن يلغي حق شخص يطالب به. بس اللي يعني أريد أن أقوله، أن مصطفى عبد الجليل وضعه يختلف، نكون صريحين يعني. هو كان مسؤول لكنه ليس من النظام بالمعنى السياسي. حتى تطلع الصورة دي بصراحة، مصطفى عبد الجليل ليش عنده قبول عند الليبيين؟ أقول بكل بساطة، يعني لأنه امتحن بالسلطة ولم يسقط. باختصار، هل في شخص يأتي بعكس الكلام هذا يقول فيه؟ امتحن بالسلطة، كان وزير عدل ولم يسقط في هذا الامتحان، تصور لقيم معينة وأخلاقيات معينة، لم يستفد من النظام إطلاقا، وأنا دائما أرى هذا المعيار، كل شخص استفاد من النظام. حتى يقول لك لا، في ناس مش ظاهرين على الصوره، لماذا احتفظ به النظام السابق؟ لكن هو اصلا اتى ضمن برنامج الاصلاح، هو سيف الاسلام عمليا، وهو ولا الدكتور محمود جبريل او غيره من الناس، هو سيف الاسلام كان هو العمليه دي في جزء من عمليه الاصلاح، اللي هو تطعيم النظام القائم بعناصر نزيهه وطنيه شريفه متعلمه عندها قدرات حتى يتم خلق. فاختير لملف العدل، ملف العدل لم يكن مريح بالنسبه لي اطلاقا، وكان يوميا في حاله صدام مع اجهزه الامن وخاصه الامن الداخلي. مصطفى عبد الجليل كان دائما، وهو اللي قام بعملية إعداد قائمة بأسماء 300 شخص اللي يحتجزهم جهاز الأمن الداخلي في شزن بوسليم وشزن عين زارة واحد، ودون السماح لوزارة العدل بالدخول، وزارة العدل ما كانش عندها أكسس للسجنين هذو اثنين لأنه يتبع الأمن الداخلي. فهو الذي جعل هذا العمل علني وتناولته منظمات حقوق الإنسان، وهو في منصبه كوزير العدل وأعلن أن هؤلاء الناس يجب إخراجهم فورا وبدون جميع من أحد، وبدون زي ما يقول اخواننا التوانسه، بدون مزيه من احد، لان يجب الافراج عنهم لانهم ابرياء. وهذه معارك وغيرها من قضيه بوسليم وكذا، فالناس وثقوا فيه لانه امتحن بالسلطه ولم يفتن. هذه نقطه بكل بساطه. طيب. استغل ماذا بس حتى نوضح معلش النقطه، يعني في شخص بين شخص، انا كان مسؤول وبين شخص كان بالنظام بمعنى بالمعنى الايديولوجي او الفكري او السياسي. اريد ان اسالك عن سيف الاسلام القذافي. على فكره ايضا محمود جبريل ما ليش علاقه بالنظام، يعني شخصيه اصلاحيه مفكر رشدي، يعني بغض النظر على تقييمه صح غلط مسألة اخرى، بس ليس نفس القضيه، كان شخص مسؤول حتى ليصلح، ليس من الهيكل العظمي اطلاقا. بكلامك عن سيف الاسلام الذي لعب دور الوسيط أو صلة الوصل بين ليبيا وبين الغرب، هل الغرب ما زال ينظر إلى هذا الرجل بصفته القديمة أم لا. اعتبر أن انتهى الموضوع؟ لا، أنا اعتبره انتهى، ليس هناك أي اتصالات مع لا. طيب أريد أن أسأل، من طرفهم يحاولوا، يعني من طرفهم يحاول عن طريق وسطاء، بس اللي نعرفه من الغرب انتهت القضية. طيب في الدقائق الأخيرة بما تبقى من الوقت، أريد أن أسألك عن هذا المستقبل القادم، الثوار يثورون من أجل ماذا بغض النظر عن الشعارات الرناني الكبرى؟ هل نحن باتجاه فوضى كبرى أم باتجاه الجمهورية الفاضلة في ليبيا؟ والله شوف، أنا نؤمن أن بوضع السيناريوهات أحسن شيء،
يعني لا نستطيع أن نؤكد نقول أن نحن ذاهبين إلى الجحيم لا سمح الله مرحلة التوحش حسب مصطلحات القاعدة، أو نقول إلى اليوتيوب يعني الجنة الفاضلة والمجتمع العادل، مجتمع الابتسامة وتوزيع الشوكولاتة والورود والأزهار واختفاء الأحزان، هذه أيضا مبالغة شوية يعني أعتقد. لكن نضع 3-4 سيناريوهات في الموضوع تعتمد على طريقة إنهاء الصراع، الساتلمنت كيف تتم. أول نقطة فيها هل ستتم ساتلمنت عن طريق مفاوضات مع الحصول على أهداف ثورة 19 فبراير، وهذه المجلس الوطني هو الجهة الوحيدة الرسمية، كنا ممكن نحكو لكن رسميا ما في حد عنده يقدر يوقع عليه ورقة إلا المجلس الوطني عمليا، عشان ما بينه يعني، بس عمليا أن نحن نعرف ما هو المطلوب. يعني أنا أؤمن وأتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن تنتهي عن طريق تسوية سياسية عن طريق مفاوضات ساتلمنت مع تحقيق أهداف 17 فبراير كاملة غير منقوصة. هني إذن في السيناريو أنا متفائل به، حتكون مشاكل بالتأكيد الخمسة سبع سنين الأولى ما عنديش أدنى شك أنها حتكون يعني زي ما نقوله بالإنجليزي very bumpy ride، يعني حتكون طريق مليء بالمطبات وآخره، بس حتكون أسهل حقيقة. بس إذا كانت التسوية وصلت وساتلمت عن طريق انتصار عسكري حاسم من قبل التوار حتكون مسألة صعبة جدا حقيقة يعني، لأن من الصعب جدا التنبؤ، لأن ميزة الحرب من أهم ملامح أو خصائص الحرب هي uncertainty، اللا يقين 100% نسبة. كل ساعتين عندك موقف معين. أستاذ نعمان، بغض النظر عن تفاصيل الحرب اللي هي تفاصيل بالأيام وبالأسابيع، هل الليبيين يريدون دولة عصرية أم يريدون دولة إيديولوجية؟ يريدون لا لا لا, لا, لا يريدوا دولة، في بعض العناصر ممكن، لكن الغالبية العظمى the mainstream معظم الشعب الليبي يؤمن بدولة بدون إيديولوجيا، دولة محترمة مثل دول الأرض بدون ايديولوجيا، دولة جزء من تيار القومي او دولة وطنية دولة وطنية مدنية ليبية، وهذه قناعة لدى كل التيارات برأيي. الغالبية الساحقة حقيقة يعني السواد الاعظم، يعني نقول لك الفاست ماجورتي من الليبيين اغلبية ساحقة. كلام معارك، حتى الان لا نسمع كلام سياسي بهذا الشكل. للاسف انا اتفق معك، وكثير من الاخوة المثقفين ومفكرين عرب بدات يعني انا اتفق بهم دائما يعني بعدة دول عربية بيقولوا ان احنا الاخوه في ليبيا بيقول كل الاحداث عن طريق نيوز اخبار، لا ناس ما تتحدثش الناس عليه افكار وسياسه ومفاهيم وايديولوجيا حتى نفهم الصوره. لكن اقول لك ان في الاطار العام ما هو موجود هو نادب، ولكن دعني اقول شيء يعني ان اهم عوامل حتكون لها علاقه بكيفيه شكل المستقبل في ليبيا لانها موجوده ما حدش اخترعها في ليبيا، ثلاثه مسائل. نحن نسعى الى نظام الجميع اتفق على الديمقراطيه، وان كان كل واحد له تفسير لها، مثلا الاسلاميين لهم تفسير الديمقراطيه، الليبراليين لهم تفسير الديمقراطيه، الوطنيين الغير ايديولوجيين لهم تفسير الديمقراطيه، العلماني المتطرف الايديولوجي له تفسير للديمقراطيه، وغير ممكن يعني مساله مهمه. بس الديمقراطيه متفق عليها ان يجب ان يكون النظام القادم هو نظام ديمقراطي تعددي. طيب النقطه الاخرى الاسلام. الشعب الليبي حسب معلوماتي أنا شعب مسلم وليس سيخي، شعب مسلم ومؤمن متمسك بالإسلام على المذهب المالكي، شعب غير متطرف سني، في الأمازيغ مسلمين ولكن يتبع المدرسة الأبضية في الفقه والعقائد، لكن ما فيش إشكالية بين هذا المكون للشعب الليبي. إذن الإسلام مهم لك، وعلى فكرة أغلب الناس اللي بتشوف المجتمع الأمازيغي في أكثر مدنهم ناس محافظين جدا ومتدينين، الغالبية العظمى منهم يعني متدينين جدا. فالإسلام. النقطة الثالثة القبيلة، لأن القبيلة هي المكون الأساسي للمجتمع الليبي، the fabric of society اللي هو النسيج الاجتماعي للمجتمع الليبي، الدي ان اي تبعه قبلي شئنا ام ابينا، القيم الموجوده اللي الناس تتحرك فيها غالب عليها هذا الطبع. في ناس اخرى في المدن تختلف، كما ذكرت لك مدينه طرابلس، مدينه مصراته، مدينه بنغازي، يعذرني ممكن درنا ايضا، نتيجه الاختلاط اللي فيها وكذا، فتوجد فيها يعني روح المدينه نوعا ما توجد فيها. بس عامه الشعب الليبي يؤمن بانتمائها القبلي. الكارثه الوحيده التي ستحدث اذا احنا حاولنا ان نتعامل مع القبيله كوحده سياسيه بدل ما انها كيان اجتماعي نحاول نخليها كيان سياسي، وثم نتحدث عن ديمقراطيه وتعدديه سياسيه والى اخره. فكيفيه الجمع العبقريه حتكون كيفيه الجمع بين هذه الثلاثه العناصر، الاسلام، القبيله، الديمقراطيه، وكيف سيكون على شكل هذه طبعا هذا يستحق نقاش وحلقات اخرى لنتحدث عن ليبيا. اشكرك جزيل الشكر استاذ نعمان بن عثمان، اذكر بانك كبير المحللين في الكويليام فونديشن، تحدثنا او حاولنا ان ندخل الى خبايا الصراع في ليبيا. شكرا للانتباه، الى اللقاء. شكرا.